بوسي الرجالة يستحق الضرب، وأكبر تنازل قدمته العمل في ملاهي شارع الهرم. هسألك في الخبر ده جزئين. أول حاجة، أنتي يعني التصريح ده عدواني قوي. ده أنا اللي قايلة كده؟ أنتي اللي قايلة كده، قلتيش ده؟ ده خبر منشور عنك. ما هو بصي، منشور عنك والله. والله عمري ما قلت كده. أنا أقول كده ليه؟ وأنا أساساً يعني حتى في كلامي ببقى يعني ببقى حذرة في كلامي، في أي تصريحات على لساني ببقى واخدة بالي منها قوي، ما بقولش أي كلام وخلاص. لا، ليه الرجالة عايزة الضرب ليه؟ ده تصريح تلفزيوني ليكي. تلفزيوني كمان؟ في لا. برنامج معين على قناة معينة. لا والله لا، ما افتكرش. أو ممكن يكون في مرحلة معينة، خلي بالك، ما أصل كل مدى أنت تفكيرك بيختلف. 7 أو 8 سنين مثلا فاتوا. طب ما هو ده برضو كان ممكن يكون في عز المشكلة اللي أنا كنت فيها. كنت شايفة إن هم يستاهلوا الضرب. ممكن. دلوقتي. ما هو أصل بصي، كل راجل يا في راجل بيديكي فكرة سيئة عن الرجالة كلها، وفي راجل بيخليكي تبقي حابة الرجالة كلها. دلوقتي بصي إيه؟ طبعا لا يعني لا، ما عنديش الكلام ده خالص والله، لا أبدا. لا أنا بصي دلوقتي، أصل الراجل ده حاجة مهمة في حياة الست. هو أبوكي، هو أخوكي، هو جوزك، هو ابنك، فحاجة مهمة طبعا. الرجالة ليه عايزة الضرب؟ مش كل الرجالة وحشة، ومش كل الرجالة حلوة. زي ما في ست كويسة، في ست عايزة الضرب، صح؟ وزي ما في رجالة وحشة، في رجالة مفيش أنضف من كده، صح؟ وقليلين قوي في الزمن ده على فكرة، قليل قوي أما تلاقي راجل فعلا راجل بجد بمعنى الكلمة، في صفة الرجولة والجدعنة والتضحية والحنية، وإن يبقى ظهرك وسندك، ويبقى كل الصفات دي قليلة قوي في الزمن ده نتلاقيها في راجل. طيب الجزء التاني من الخبر ده، ليه بتعتبري إن شغلك في شارع الهرم تنازل؟ هو مش شارع الهرم ده اللي عرف السبك بيكي وعرف الناس كلها بيكي؟ لا، انتي قلتي كده، قلتي شغلي في شارع الهرم تنازل. لا انا ما قلتش تنازل. وان انتي ندمانه. انا ندمانه ان انا اشتغلت فيه. ليه؟ كل طبعا. الفنانين او مش هعمم يعني مش كلهم، بس نسبه كبيره قوي بدأوا في شارع الهرم. مفيش مشكله، بس هو بصي، هو في ميزه عندي واحده، ان هو علمني ان انا اتعامل مع الناس، خلاني عندي خبره في التعامل. يعني انتي ندمانه ولا لا؟ لكن انا بصراحه انا ما كنتش حابه ان انا ابقى موجوده بشتغل في الاماكن دي. ليه؟ حاجه مش ما تعبنيش. ليه ما كنتش حابه. مش شبهي. ايه فيها؟ مش شبهي. شفتي فيها ايه؟ حاجات كتير بقى مش لازم الواحد يقولها، بس مش شبهي. ايه اللي حصل في الاماكن دي ضايقك؟ ملاهي ليليه، عايزه يحصل فيها ايه؟ ملاهي ليليه، ناس بتسهر ونبتع، بس انا كنت بطلع باكل عيش، كنت عيله صغيره باكل عيش مش اكتر، بس ما كنتش عايزه استمر فيها. ما كنتش عايزه استمر فيها. ما هو في بقى اللي بيخليكي تستمري، في اللي جبرك على الشغلانه، اللي انت مش شغاله بمزاجك، شغاله غصب عنك، شغاله بالاكراه. طبعا. عمرك اتضربتي عشان تنزلي الشغل؟ خدتي علقه عشان تنزلي شغل؟ مش حكايه علقه، بس خناق وضرب واهانه. اهانه، فعايزاني احب الشغلانه دي ليه؟ يعني احب المهنه او احب شغلي في الاماكن دي ليه؟ اذا كانت بتشتغليها غصب عنك وبتروحيها اجبار. عانيت يا بوسي كتير قوي، كتير. اقولك على حاجه، انا الحمد لله انا لسه في عقل من اللي انا شفته في حياتي. الزهايمر ده من الحاجات دي؟ لا مش الزهايمر، انا لسه في شويه عقل. يعني لو واحده غيري او شافت اللي انا شفته كان زمانها لسعت او ماشيه على الله في الشوارع. معقول؟ والله العظيم، الناس او مكاني في العباسيه، مستشفى المجانين، او واحده بتمشي كده في الشارع كده، انا حس حس وحس حس انا اللي بعده.